بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الأخ الأمين العام دكتور سعد الدين العثماني، الأخ رئيس مؤسسة منتخب العدالة والتنمية الأستاذ عبد العزيز رباح، الأخوات المستشارات، ويعني الحضور الكريم، تحية لكم جميعا في هذا اليوم الذي اخترنا أن نطلق فيه الملتقى الوطني لمنتخبات العدالة والتنمية. وتحية خاصة للإخوة من يعني من الرباط، مناضلي الحزب هنا في الرباط، لحضورهم معنا ودعمهم للمنتخبات في هذه المحطة المهمة. اليوم أريد كذلك أن أتوجه بشكر خالص للمستشارات المسؤولات في الهياكل على مستوى الترابي، اللواتي لبين دعوتنا في المنظمة لحضور هذا الملتقى. بل أكثر من ذلك، هناك طلبات متزايدة للحضور، فعذرا لأننا لم نستطع أن نلبي دعوة كل المستشارات لحضور هذا الملتقى، ولكن نعدهم إن شاء الله أننا في المستقبل سننظم مع مؤسسة المنتخبين ملتقى كبير يمكن أن تحضر فيه كل الأخوات، ونستجيب لكل الطلبات. فتحية لكنا، تحية لكنا على الحضور، تحية لكنا أخواتي المستشارات على الحضور، وتحية لمنتخباتنا لما يقومن به من مجهودات كبيرة على المستوى الترابي. تحية لكم، فرغم أن التجربة هي تجربة فتية، ولكن المنجزات اليوم والحصيلة تشهد بذلك. اليوم ما عرفته بلادنا انتقال من 0.58% من نسبة النساء في المجالس المنتخبة. 2003 كنا كنحسبوا 0.3%، 0.5%، اليوم كنتكلموا على 21% في الجماعات الترابية، وفيها 37% في الجهات. هذه قفزة نوعية وقفزة يعني كنساء مغربيات نعتز بها، ونعتز بهذه التجربة، ونعتز بأدائكن في هذه المجالس. اليوم المرأة المغربية وهي تخوض هذه التجربة تؤكد فعلا أن هناك تميزا مغربيا، تؤكد فعلا أن المرأة المغربية عندها قدرات كبيرة، وأن المرأة المغربية تؤكد جدارتها. فحضورها اليوم وحضور يعني تمثيليتكم اليوم ما بقتش فقط مجرد تمثيلية شكلية أو تمثيلية لتعب يعني نستجبوا على واحد نوع من الأرقام، ولكن أصبحت تمثيلية فعلية. وانتظارات النساء المغربيات انتظارات مرتفعة، وانتظارات الشعب المغربي عموما انتظارات مرتفعة، وتتزايد يوما بعد يوم. وأكيد أن المناضل على مستوى القرب يعني على مستوى الترابي، والمناضلة بوجه خاص مدعوة إلى بذل المزيد من الجهود للاستجابة لهذه التطلعات. اليوم كذلك لا يمكن أن إلا أن نؤكد ونحن في هذا الملتقى أن يعني الهدف والغرض من تنظيمه بالدرجة الأولى هو أن نحقق واجبا دستوريا، اللي هو واجب التأطير والتكوين والتواصل مع المواطنين. اليوم الحزب السياسي مسؤوليته في كل المنظمات هي التواصل المستمر، التأطير، المواكبة، التكوين. ما يمكنش نقولوا حزب سياسي ونكونوا سدين الأبواب ولا نفتحها إلا في المناسبات. هذه ماشي هي مدرسة العدالة والتنمية، ولن تكون هي مدرسة منظمة نساء العدالة والتنمية. منظمة نساء العدالة والتنمية حاضرة وستبقى حاضرة بهذه الوجوه وبهذه الروح وبهذه العزائم وبهذه الإرادة القوية، هذه الإرادة التي لن تمس منها خطاب التيئيس أو التبخيس أو التدليس، لن يمس من هذه الإرادة القوية. فإذا مزيد من العمل، مزيد من العطاء، ومزيد من الثقة، مزيد من الثقة بالنفس، مزيد من الثقة بالقدرات، مزيد من الثقة في هذا الوطن العزيز، مزيد من الثقة في المؤسسات، مزيد من العمل. لأن اليوم كما قلت المرأة المغربية والمجتمع المغربي محتاجنا، محتاج العمل. المجتمع المغربي محتاج إضافتكم النوعية في المشهد السياسي، محتاج الارتقاء بالعمل السياسي. اليوم المجتمع المغربي محتاج الارتقاء بالممارسة السياسية. وأقول أن النساء، نساؤنا يمكنهن أن يكون وسيشكل إن شاء الله إضافة نوعية في الارتقاء بالعملية السياسية، إضافة نوعية في الارتقاء بالممارسة السياسية، إضافة نوعية بأن مشاركتنا في السياسة هي من أجل، وتمثيليتنا هي من أجل المصلحة العامة ومن أجل خدمة المواطن وليس شيئا آخر. إذا مزيد من العمل، مزيد من العطاء. تحياتي لكم جميعا، وتحياتي
الأخ الرئيس الأخ الأمين العام رغم انشغالاته ورغم أن عنده موعد سفر هذا الصباح أبى إلا أن يشاركنا هذه المحطة كما دائما يشاركنا في محطات يعني التواصل الكبرى للمنظمة. فتحية له وتحية لمجهوداته وتحية لحصيلته التي قدم في البرلمان وشكرا.